السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم مهندس وليد عبد الله ابراهيم، معيد قسم علوم الحاسب كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزازي. هنبدأ شرح النهارده ان شاء الله شباب في كورس اناليسيس اند ديزاين اوف الجوريزمز، واحد من اهم الكورسات اللي بندرسها في الكلية، واللي ما ينفعش يبقى واحد خريج حاسبات ومعلومات او اي كلية عموما مرتبطة بالكمبيوتر ساينس ما يكونش فاهم كويس يعني ايه اناليسيس اند ديزاين اوف الجوريزمز، ما يكونش طبق عليه بالفعل بشكل عملي. لان يا شباب ايا كان التراك بتاعك اللي هتكمل فيه او ايا كان مجالك، طالما مرتبط بالكمبيوتر ساينس هتحتاج ان انت تكون عارف الكورس ده. النهارده هنبدا ان شاء الله اول سيكشن وهنتعرف على فيه مع بعض، يعني ايه الجوريزم اصلا، ازاي اعمله ديزاين، ازاي اعمله اناليسيز، هو انا ليه اصلا بتعلم الجوريزم ده واستفاد منه بعد كده في ايه. تمام، نبدا مع بعض ان شاء الله كده خطوه بخطوه هنعرف كل الحاجات ديت. كلمه الجوريزم معناها ايه اصلا؟ بقول يا شباب دي كده تسمى نسبه الى العالم محمد ابن موسى الخوارزمي او ابو جعفر محمد ابن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات طبعا وعالم في الجبر، وتسمى على اسمه شباب الجوريزم خوارزمي، جاي من اسمه شباب. طيب ده كده اسمه حرفيا، معناه ايه بقى بالفعل؟ قال لك الالجوريزم هو عباره عن مجموعه خطوات لحل مشكله معينه، ماشي، مجموعه خطوات صحيحه ما فيهاش مشاكل علشان اقدر احل بيها مشكله محدده. تمام جدا، بما ان احنا في كمبيوتر ساينس يا شباب، فالمشاكل اللي هتواجهني اللي انا محتاج احلها هتبقى عباره عن كومبيوتيشنال بروبلم، عباره عن مشاكل حسابيه. زي ايه يا شباب؟ زي مثلا معايا رقم اللي هو اكس، الرقم ده انا عايز اعرف هو برايم ولا لا، ماشي، دي كده المشكله ما عندي، معايا رقم عايز اعرف هو برايم ولا لا، فبالتالي عايز اعمل مجموعه الخطوات اللي انا همشي عليها واتشيك عليها واحده بواحده علشان اوصل في الاخر ان الرقم بتاعي هل هو برايم ولا مش برايم. تمام جدا، عندي مشكله تانية اللي هو معايا مجموعه من الارقام، تمام، الارقام دي عايز ارتبها يا شباب بشكل تصاعدي مثلا او تنازلي، تمام، فبالتالي عايز برضو اعمل مجموعه الخطوات اللي انا همشي عليها اللي هترتب لي الارقام اللي عندي ديت للشكل اللي انا محتاجه. تمام جدا، طيب اي الجوريزم عند الشباب زي ما قلنا هو عباره عن مجموعه خطوات او مجموعه عمليات حسابيه كده بتحصل في النص. طيب بدخل لها ايه شباب؟ بدخل لها انبوت وبخرج منها اوتبوت، ماشي، لازم اخش لها انبوت وبعدين تخرج لي اوتبوت. مثلا المثال الاول كان الانبوت اللي بيخش شباب، كان الانبوت اللي بيخش اللي هو الرقم اكس، كان الاوتبوت بتاعه اللي هو الرقم ده برايم ولا لا. المثال الثاني كان الانبوت بتاعي هو مجموعه من الارقام، تمام، الاوتبوت بتاعي كانت الارقام ديت هي مترتبه في الشكل اللي انا محتاجه. تمام جدا، طيب الالجوريزم ده يا شباب هل ليها طريقه معينه للكتابه؟ بالظبط، ليها طريقه معينه. ممكن يا شباب نستخدم طريقه من الاثنين دول اللي هو الفلو شارت او السيدو كود. فلو شارت يا شباب طبعا عارفينه، هو عباره عن مجموعه كده من الاشكال، سواء مستطيل او شكل معين او شكل معين حاجه زي دي. شباب كل شكل من دول له دلاله معينه وبيعمل حاجه معينه، ببدا احط فيها الخطوات بتاعتي كلها من بدايه البرنامج لحد اخره. تمام، الطريقه الثانيه هو عباره عن سيدو كود. سيدو كود يا شباب هي حاجه شبيهه بالكود البرمجي اللي احنا بنكتبه باي لغه برمجه، تمام، بس هنا ببقى سيدو كود شبيه ليه، يعني مكتوبه شباب باللغه الانجليزيه المفهومه عادي جدا، وفي نفس الوقت يا شباب بيبقى فيه شبه شويه من الكود علشان لما اجي بعد كده احول الحاجه دي كلها لكود تبقى بشكل بسيط وسلس، وان هو يتحول بدون اي مشاكل لكود برمجي بلغه برمجه معينه. تمام جدا، اما هو نفسه مكتوب بالانجلش عادي جدا، في شويه علامات وحاجات معينه شبه الكود عادي، بس هو مش كود برمجه يا شباب، تمام، هو فقط شبيه ليه. طيب المشكله اللي عندي شباب بتقول لي ان انا اليوزر مثلا عايز يخش على الصفحه بتاعته، عايز يعمل لوج ان ليها، فبالتالي هدخل الباسورد بتاعه، فانا عايز دلوقتي برنامج يهندل المشكله ديت ان هو ياخد الباسورد من اليوزر يتشك عليه يشوف لو صح يدخله على الصفحه، لو غلط يقول له لا ده غلط واعمل باسورد تاني. طيب المشكله ديت عايز الخطوات اللي انا همشي عليها خطوه بخطوه. اول خطوه عندي ستارت اللي هو بدايه البرنامج، الخطوه الثانيه دخل انبوت اللي هو دخل الباسورد بتاعك، الخطوه الثالثه علامه اف اللي هو بقول له ديسيشن هل الباسورد اللي عندك ده صح ولا غلط. تمام، لو صح بيعمل لوج ان، تمام، ويطبع له اوتبوت لوج ان ان انت دخلت بالفعل، لو غلط بيقول له شباب لا ستارت اجين او حاول مره ثانيه وارجع دخل باسورد من مره ثانيه عشان القديم كان غلط. تمام جدا، لو لاحظنا شباب ان في اشكال معينه كده للانبوت والاوتبوت اللي هو بالشكل اللي انا عامل الماوس عليه ده شباب، في اشكال معينه لديسيشن اللي هو القرار هل الحاجه دي صح ولا غلط، هل الحاجه دي كذا او كذا،
في أسهم معينة بتم استخدامها وهكذا يا شباب. طيب لو بصينا على السيدو كود هنبص ان هي خطوات صغيرة كده وفيها علامات شبه لغات البرمجة. زي ايه يا شباب؟ فبقول هنا ستارت بروجرام، هتبدأ البرنامج، بعدين هتدخل الباسورد بتاعك كانبوت، وهتشيك اف الباسورد ده بيساوي الكوركت باسورد بالفعل. لو بيساويه شباب هيقول له برنت لوجد ان سكسسفولي، بالفعل انت دخلت. لو مش بيساويه شباب اللي هو ايلس هتعمل ايه؟ ارجع لستيب 1 وارجع ابدأ من اول تاني ودخل باسورد جديد من اول وجديد. تمام جدا. لو لاحظنا المشكله عندي ليها انبوت اللي هو الباسورد اللي بيخش، وليها اوت بوت يا شباب اللي هو ايه، ان انت الباسورد دي صح ولا غلط. لو صح بتخش عادي، غلط مش بيدخلك. تمام جدا. هنمشي ان شاء الله شباب بانهي طريقه من الاثنين دول. الطريقه الاولى طبعا مش هنستخدمها خالص طول الترم، قلنا طبعا بما ان احنا في كمبيوتر ساينس فبالتالي الجوريزم بتاعي هحتاج ان انا بعد كده احوله لكود فعلي بلغه برمجه فعليه، فاستخدم السيدو كود علشان لما اجي احوله لكود يبقى شبيه ليه فما يحصلش معايا اي مشاكل، ويبقى كمان سهل في حته الاناليسيس بعد كده وانا بعمل اناليسيس للكود بتاعي، وهنفهم الكلام ده كله بعدين. اما مبدئيا انا مش محتاج فلوس شرط في اي حاجه بعد كده، وان شاء الله هنكمل بعد كده اي الجوريزم في شكل السيدو كود ده. ونلاحظ برضو ان ده مش اللي هو ستاندرد حاجه ثابته لازم امشي عليها يا شباب، العلامات بالاشارات بكل حاجه، لا هو فقط حاجه شبيهه بالكود على حسب ما انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وحسب ما انت فاهم البرنامج بتاعك محتاج خطوات ايه، ممكن تظبطها، ممكن تغير الكلمات، ممكن تضيف اقواس، ممكن تشيل، يعني انت حر، المهم يبقى في شكل خطوات مرتبه وكلها صحيحه بدون اي مشاكل. طيب هدرس ايه شباب بالظبط في الالجوريزم ده، محتاج ادرس ايه في الالجوريزمات اللي عندي؟ قال لي اول حاجه محتاج تدرس ان انت ازاي تعمل الجوريزم لمشكله معينه. عندك مشكله ما محتاج تعمل لها الجوريزم، فهتعلم ازاي تعمل ديزاين لالجوريزم عشان يحل بيها المشكله اللي عندك دي. طيب بس الاول نفكر، هل المشكله ديت اصلا ليها حل ولا ملهاش؟ يعني ممكن يبقى اصلا مشكله ملهاش حل. في مشاكل عندي في الرياضيات ملهاش حل، وهنقابل منها دلوقتي مجموعه من الارقام. طب افترضنا ان لها حل، تمام؟ مش ممكن من محتمل يبقى ليها اكتر من حل، يعني ممكن يبقى لها حلين ثلاثة. ممكن يبقى المشكلة الواحدة ليها اكتر من حل. طيب ازاي ان انا اختار افضل حل فيهم؟ في الحالة ديت محتاج اعمل لهم اناليسيز علشان اقدر ان انا اقرر مين فيهم افضل حل. تمام جدا. وهنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل اناليسيس للالجوريزمات ديت، وهنختار افضل واحد فيهم على انهي اساس. نبدا دلوقتي يا شباب في ايه، في جزئيه الديزاين. وهنا بعرف الالجوريزم من جديد، يعني ايه؟ عندي مشكله معينه محدده محتاج ان انا احلها، فالالجوريزم بتاعي هيحل المشكله دي. تمام، عباره عن مجموعه خطوات او مجموعه اوامر او انستراكشن بيدخل لها انبوت وبتخرج اوتبوت، اللي هو الاوتبوت اللي انا محتاجه اللي هو حل المشكله بتاعتي. تمام، المشكله بتاعتي اصلا بفكر هل المشكله دي اصلا يا شباب هي سولفد ولا مش سولفد، يعني اصلا ممكن كان بيسولفد ولا لا، هل ليها حل اصلا بالفعل ولا ملهاش، يعني ايه هو في مشاكل ملهاش حلول. زي ايه؟ زي مثلا لما يقول لك جيف ا ليست اوف راشنال نمبر ان 01، هات لي كل الارقام الكسريه ما بين الصفر والواحد. يعني ممكن يبقى مثلا 1 من 100، 1 من 1000، 1 من 10000، 2 من 100، 2 من 1000، في عدد لا نهائي من الارقام ما بين الصفر والواحد. فلما يجي يقول لك عندك مشكله عايز تحصر لي كل الارقام اللي ما بين الصفر والواحد، دي كده مشكله عايز اعمل الجوريزم يحلها. لا طبعا غلط، مفيش الجوريزم عمره هيجيب لك كل الارقام اللي ما بين الصفر والواحد، يبقى كده مشكله مش محلوله. طيب حاجه تانية، مثلا مشكله عندي اسمها اللي هو longest sequence of باي وزود 0 ديجيت. طب ايه المشكله ديت؟ لو يا شباب الناس فاكره قيمه الباي كانت كام، اللي هي وليكن 3 و14 من 100. طيب هو فعليا يا شباب مش 3 و14 من 100، هو تقريبا في مجموعه ارقام طويله جدا بس احنا بنقربها ل 3 و14 في 100، اما الباي بتبقى قيمتها طويله جدا، ارقام تقريبا كده غير منتهيه، ماشي، ارقام غير منتهيه. فهو عايز هنا اكبر سيكونس كده من الارقام مثلا اللي غير منتهيه ديت، بحيث ان ما يكونش فيهم صفر. يعني لو افترضنا فرضا يعني انا مش فاكر بصراحه، 14 في 9 5 7 0
اتنين واحد اتنين سبعة تسعة وهكذا يا شباب، تمام؟ عايز مجموعة أرقام ذكية يا شباب ما يكونش بينهم صفر، تمام؟ طيب ما طول ما السيكونس دي غير منتهية يا شباب، فبالتالي أنا مش عارف إن هي السيكونس دي بالفعل هي ديت اللي هو عبارة عن رقم اتنين تلاتة أربعة خمسة، دول 5 أرقام من غير صفر، مش عارف إن بعد كده هيبقى في مجموعة من الأرقام تانيين من غير صفر ولا لأ، فبالتالي أنا ما أقدرش أحدد لأن الأرقام دي غير منتهية، فمش عارف أوصل آخرهم فين عشان أحدد فين هي أطول فترة من الأرقام ما فيهاش صفر. فدي برضه شباب مشكلة ملهاش حل عندي، معرفش ان انا اطلع الجوريزم بحلها. تمام جدا يا شباب، نخش على السلايد اللي بعد كده. طيب يا شباب بيقول لي ان انا عشان اكتب الالجوريزم محتاج شوية حاجات كده او كلمات بتساعدني، تمام؟ ممكن تبقى الكلمات دي شباب عبارة عن سيكونس اللي هو ايه، عبارة عن مجموعة من السطور تحت بعضيها، سطر التاني التالت الرابع كذا، مجموعة سطور او مجموعة من خطوات، تمام؟ ممكن يبقى بارلل ان هو في مثلا مجموعة خطوات شغالة مع بعض في نفس الحاجة، لو الناس دارسة يعني ايه بارلل اللي هو مثلا في هنا مجموعة خطوات شغالين وفي نفس الوقت في مجموعة خطوات شغالين هنا، تمام؟ ممكن نبقى فيها كونديشنز زي مثلا علامة الاف يا شباب، اف حاجة كده معينة هتعمل كذا، لو ما تنفذت حمل الحاجة التانية، والنوع ده شفناه قبل كده فينا شباب، شفناه قبل كده هنا شباب وانا بعمل اف اللي هو الباسورد ده، فانا ممكن استخدم الاف عادي مفيش اي مشاكل. طيب ممكن اعمل الكيس اللي هو كيس 1 كيس 2 كيس 3، ممكن استخدم اللوبز زي الفور والوايل وكلمة ريبيت ممكن برضو استخدمها في الالجوريزم بتاعي. طيب الحاجات دي كلها طبعا كلمات بنستخدمها في لغات برمجة كتيرة جدا، ماشي مفيش مشكلة، بس انا ممكن اعمل السيدو كود واستخدم برضو الكلمات ديت بدون اي مشاكل، هي مش كود برمجي ولكن هو سيدو كود شبيه بالكود، فبالتالي بستخدم الحاجات ديت عادي علشان اعرف اكتب بيها الالجوريزم بتاعي. تمام يا شباب، عندنا كده اول مثال عندي دلوقتي، تمام؟ المثال ده بيعمل ايه يا شباب؟ ده بيقول لي مثلا ان انا عندي اري او ليست فيها مجموعه من الارقام، ماشي؟ وانا عايز اطلع اكبر رقم موجود في الاري اللي عندي او في الليست اللي عندي. يعني عندي انا مثلا في اري اهوت يا شباب في مجموعه من الارقام، تمام؟ وعايز اطلع منهم اكبر رقم موجود في الارقام ديت، وليكن عندي هنا في 9 وفي هنا 0 وفي هنا 7 وفي هنا 11 وفي هنا وليكن 2 و5، ماشي؟ ده كده شباب مجموعة أرقام عندي متخزنين في أري أو في ليست معينة، عايز الألجوريزم يطلع لي أكبر رقم اللي هو 11، المفروض أنا معرفوش دلوقتي، هو الألجوريزم هيسيرش في ده كله ويطلع لي أكبر رقم. طيب ما بينا كده شباب نعرف إننا نعمل ديزاين دلوقتي للألجوريزم ده، فقال لي الألجوريزم بتاعي هسميه وليكن ماكس أري. واحد طبعا ممكن يقول لي طب فين كلمة ستارت وفين كلمة اند والكلام ده كله، لا احنا قلنا ممكن نعمله ممكن ما نعملوش، الحاجة الفكرة كلها ان هو بحاجة شبيهة بكده بالكود بتاعك، فالحاجات دي انا اختيارية اوي اللي هو يعني ايه حطها ما تحطهاش، المهم الكلام بتاعك يبقى صحيح بدون اي مشاكل. طيب ايه كلمة ايه وكلمة ان ديت؟ ده يا شباب بيبقى الانبوت اللي هيدخل للالجوريزم بتاعي، فالافضل الشكل الافضل اللي هو تدخله للالجوريزم في الشكل ده، اسم الالجوريزم جنب قوسين بياخد الانبوت اللي هيخش للالجوريزم اللي عندي. طيب الاوتبوت مفروض يبقى ايه يا شباب؟ مفروض يبقى قيمة اكبر عنصر موجود هنا، تمام جدا يا شباب مفيش اي مشاكل. طيب الاي ده اللي هو السايز بتاع الاري وليكن 1 2 3 4 5 6، يبقى السايز بتاعه 6. الان ده يا شباب سوري الاي ده يا شباب سوري سوري ده الاي ده اللي هو الاري كامل اللي هو عدد الاري ده كامل، الليست بتاعت الارقام دي كاملة. طيب والان ده السايز بتاع الاري اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو 6. طيب محتاج اعمل دلوقتي، محتاج دلوقتي ان انا ابدا اشتغل الخطوات بتاعت اللي همشي عليها عشان اطلع ان اكبر رقم عندي هو 11 مثلا. طيب قال لي ان انا هفترض ان اكبر رقم عندي هو العنصر اللي موجود في اول مكان، يعني ايه؟ يعني هفترض ان 9 دي دلوقتي هي دي الماكس، ماشي؟ تمام، وقال لك ان ده كده موجوده في اول مكان. واحد يقول لي مثلا لا ما هو الاري بدا من صفر، الاري بدا من صفر وليكن في لغات البرمجه، في السيد كود عندي او الالجوريزم ممكن تبدا الاري من صفر ماشي، تبداه من واحد ماشي ما فيهوش اي مشكله يا شباب طالما الكود بتاعك صح ما فيهوش اي مشكله، دي مش لغه برمجه زي ما قلنا، دي حاجه بس توضيحيه قريبه من الكود علشان توصل لي الخطوات بتاعتي او توضح لي الخطوات بتاعتي اللي انا همشي عليها. طيب وابدا اعمل لوب منين يا شباب؟
من تاني عنصر اللي هو من الصفر، تمام، لغاية فين؟ لغاية ان، اللي هو لغاية نهاية الاريه بتاعي، تمام. همشي لوب مرة ده مرة ده مرة ده وهكذا. كل مرة بعمل ايه يا شباب؟ بشوف بستخدم اف ال A of ال I، تمام، اللي هو العنصر الحالي اللي انا واقف عنده دلوقتي ماله اكبر من الماكس ولا لا. لو كان A of ال I اكبر من الماكس يبقى الماكس الحالي هو A of ال I. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا لما تبقى ال I عندي يا شباب بايه، هنبدأ من اول اتنين، تبقى ال I عندي باتنين، يبقى A of اتنين تشاور على الرقم التاني اللي هو الصفر. هل الصفر ده اكبر من الماكس؟ لا، يبقى مش هنفذ دي، ارجع اخش على اللوب ازود الاي بتاعتي بواحد، فاصبح ان الاي دلوقتي بتشاور على مين يا شباب؟ بتشاور على السبعة، تمام. يبقى انا دلوقتي ايه اوف التلاتة اللي هو السبعة مالها، اقارنها بالماكس، هل السبعة اكبر من التسعة؟ لا مش اكبر، يبقى مش هعمل دي، وارجع تاني ازود الاي بكام؟ بواحد، تبقى بي اربعة، فبالتالي هنا ايه اوف اربعة اللي هو بكام يا شباب؟ اللي هو ب11. هل ال11 اكبر من التسعة؟ اه بالفعل ال11 اكبر من التسعة، يبقى اخش انفذ ديت. بيقول لي ايه؟ يبقى كلمة ماكس دلوقتي مالها؟ مش بتشاور على التسعة، لا ده ماكس دلوقتي مالها يا شباب؟ بتساوي 11. ليه؟ اللي هي بتشاور على الرقم 11 ده، تمام. وارجع ازود كمان الاي بواحد، اقارن الاتنين بمين دلوقتي؟ بالتسعة ولا بال11؟ لا بال11. ليه بال11 يا شباب؟ احنا قلنا خلاص قيمة التسعة اللي هناك ديت اتشالت، ما عادتش موجودة أصلا، احنا خلاص بقى الماكس دلوقتي ب11. وارجع اقارن الاتنين بال11، 11 لسه اكبر، والخمسة بال11، 11 لسه اكبر، لحد ما يا شباب، لحد ما انا خلصت اللوب بتاعتي الاري بتاعي كامل، فضلت اخر قيمة عندي اللي هو الماكس بتاعي بيساوي 11. فبعد ما اخلص اللوب اللي هو خلصت الاري كامل، هعمل ريتيرن للماكس. هو ده دلوقتي ايه يا شباب؟ الاوتبوت بتاعي رجع لي قيمة الماكس اللي هو بكام يا شباب؟ 11. فالجوريزم بتاعي هيرجع لي قيمة 11، يبقى هو ده الاوتبوت بتاعي اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو اكبر قيمة موجودة. وده كده الالجوريزم بتاعي او الخطوات اللي انا شغال عليها. نلاحظ استخدمت فور، استخدمت ريتيرن، استخدمت اف، كلمات كلها من اللي احنا قلنا ايه يا شباب، ايه ممكن نستخدمها في الالجوريزم عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل. طيب بقول لي تحت ملحوظة ان انت ممكن تحل المشكلة دي بطريقة تانية. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا يقول لي ان انت ممكن الارقام دي كلها ترتبها في شكل ايه؟ ترتبها في شكل تصاعدي، صح؟ تعمل هنا مثلا صفر وتحط هنا الاتنين وهنا الاربعة او الخمسة مثلا، وهنا ولكن السبعة وهنا التسعة وهنا الحداشر، وبعدين تختار اخر عنصر عندي، اكيد ده هيبقى اكبر رقم، ما انا مرتب بشكل تصاعدي، ويبقى كده ايه يا شباب؟ كده طلعت انت اكبر رقم عندك، مفيش اي مشكلة. ده برضو حل تاني والجوريزم تاني، وزي ما قلنا المشكلة الواحدة ممكن يبقى ليها أكتر من حل، تمام؟ إحنا بقى بعد كده اللي نحدد هل الحل ده كده أسهل، ولا الحل أو اللي إحنا قلنا عليه هو اللي أسهل، أو مين فيهم الأفضل من التاني. طيب جدا يا شباب، نكمل شرح ونشوف معانا يا شباب مثال تاني. بيقول لي المثال ده شباب عايز أحسب فاكتوريال بتاع رقم معين، تمام؟ الناس الفاكرة فاكتوريال بتاع وليكن الخمسة، فكان بيساوي كام؟ كانت تساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، تمام يا شباب. طيب فبقول لي هنا الاول في حاجه اسمها تايبس اوف الجوريزمس. يعني ايه في انواع الالجوريزمس؟ بيقول لك فيه نوع اسمه الاتريتيف، ماشي، وبنسميه برضو ايه شباب؟ الاتريتيف ده بنسميه التوب داون، اللي هو من فوق لتحت، تمام. يعني ايه من فوق لتحت يا شباب؟ اللي هو حاجة عندي مثلا كبيرة وببدأ ايه شباب؟ ببدأ اقسمها لحد ما اوصل لحد الاخر. طيب في نوع تاني بنسميه الريكيرسيف. يعني في عندي انواع بنسميها الريتيف، بتمشي اتريشن بتريشن، خطوة بخطوة كده لحد ما اوصل للحل النهائي. حاجة اسمها ريكيرسيف، حاجة زي تكرارية، وبنقول عليها برضو ايه شباب؟ البوتم اب، بتبدأ من النهاية لحد البداية، تمام. زي ايه بالظبط يا شباب؟ زي بالظبط ان انا عايز اوصل من مكان، تمام، لمكان تاني. ممكن ابدا توب داون، بشوف من الخطوه ديت ازاي اخش على الخطوه اللي بعديها، ازاي اخش على الخطوه اللي بعديها لحد ما اوصل للخطوه النهائيه، اسمها توب داون، وبيقول عليها برضو اتريتيف، اللي هو ايه شباب؟ اللي هو النوع الاول ده. طيب في انواع تانية بنسميها ريكيرسيف او البوتن اب. ان انا الخطوه ديت ممكن اجيلها منين؟ ممكن اجيلها من ديت، يبقى انا اكيد كنت هنا قبلها. والخطوه ديت اجيلها منين؟ بجيلها من هنا، فانا كنت هنا قبلها.
والخطوه دي اجيلها منين؟ اجيلها من هنا، يبقى انا كنت هنا قبلها، فبالتالي ارجع بقى اخد كده، عرفت ان المسار من هنا لهنا لهنا لهنا، فده كده بسميها ايه برضو؟ بسميها اللي هو البوتم اب، من النهايه لغايه البدايه، بنقول عليها ديت الريكيرسيف الجوريزمز. تمام. طيب الحاجات بقى لازم تراعيها وانت بتعمل الالجوريزم بتاعك، ان انت هتعمل بانهي طريقه او هتصمم الالجوريزم بتاعك بانهي شكل. طيب تعالى كده يا شباب اننا هنطبق الحاجه ديت على المشكله اللي عندي، اللي هو عايز اطلع فاكتوريال لرقم معين. ماشي. هنا مثلا ولكن بيقول لي فاكت اوف الان، دخل لي رقم ان اللي هو الرقم اللي انا عايز اجيب الفاكتوريال بتاعه، ولنفترض ان هو 5 يا شباب، هيبقى الانبوت بتاعي. تمام. هنا قال لي هتعمل ايه عشان تجيب فاكتوريال الخمسه؟ قال لي هتبدأ من أول الواحد لغاية الإن، من أول الواحد لغاية إيه شباب؟ لغاية الإن اللي هي 5. تمام؟ بتعمل إيه؟ الفاكت الجديد اللي عندك بتساوي الفاكت القديمة في إيه شباب؟ في الأي. نقول تاني، الفاكت الجديدة بتساوي الفاكت القديمة في الأي يا شباب. تمام؟ طبعا هنا بفترض إن الفاكت القديمة كانت بكام، عشان هو ما كتبهاش هنا، ممكن نكتبها إحنا. الفاكت القديمة هنا كانت بواحد كرقم مبدئي كده، الفاكت كان عندي بواحد مثلا. تمام جدا. نبدأ بقى من أول واحد لغاية إن، بنعمل إيه؟ الفاكت القديمة اللي هو الواحد القديم في كام؟ وأضرب في الواحد، بقت بكام؟ بقت واحد. الخطوة الجاية الأي تزيد بواحد، بقت باتنين، فالفاكت القديمة كانت بواحد في اتنين، أصبحت بكام يا شباب؟ باتنين. الفاكت الجديدة بناخد الاتنين دي شباب نضربها في كام؟ اتنين في تلاتة، أصبحت بكام يا شباب؟ بستة. تمام. الخطوة اللي بعد كده بناخد الستة اللي عندي نضربها في كام يا شباب؟ في أربعة، لغاية ما نوصل لكام يا شباب؟ ولغاية ما نوصل ل24. تمام. الخطوة اللي بعد كده يا شباب بناخد ايه؟ بناخد ال24 اللي احنا وصلنا لها نضربها في كام؟ نضربها في الخمسة، لغاية ما نوصل كام يا شباب؟ اللي هو 5 في 24 ب120 تقريبا. فبالتالي يا شباب كده بدأنا من أول الأي عندي، من أول الواحد لغاية الإن، اللي هو 1 2 3 4 5، كل مرة باخد الفاكت القديمة وأضربها في الرقم اللي عليه الدور عشان اللوب عندي شغالة من واحد لغاية الإن، لغاية ما وصلت كام يا شباب؟ لغاية ما وصلت ال120. طيب دي كده بنقول عليها الريتيف يا شباب، بدأناها من أول واحد لغاية ال120 تحت علشان أطلع فاكتوريال الخمسة ب120. تمام جدا. نيجي كده هنبص على النوع التاني اللي كنا بنسميه الريكيرسيف. النوع التاني يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ان انا ببدأ من البوتوم لغاية الأب. طيب بنسميه ايه؟ بوتوم أب. طيب بقول لي هنا شباب ايه؟ لو الان بتاعتك بواحد فمعروفة ان الفاكت اللي عندك بواحد. طيب لو مش كده فقال لي يبقى الفاكتوريال بتاعك هو ان في فاكتوريال الان ماينس واحد. يعني ايه؟ احنا قلنا ان الخمسة فاكتوريال الخمسة كانت تساوي كام يا شباب؟ كانت تساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. تمام جدا. طيب 4 في 3 في 2 في 1، حد يعرف ده عبارة عن ايه شباب؟ مش ده عبارة عن فاكتوريال الأربعة اللي هو 4 في 3 في 2 في 1؟ صح، فاكتوريال الأربعة. يبقى الخمسة اللي هي الان شباب اللي انا بقول عليها، تمام، مضروبة في كام؟ مضروبة في فاكتوريال الرقم اللي قبله منه. يعني ايه؟ يعني دي كده عبارة عن 5 اللي هو الان، ماشي، في فاكتوريال ايه شباب؟ فاكتوريال 4. تمام جدا. طب فاكتوريال 4 ده عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن 4 في 3 في 2 في 1. طيب 3 في 2 في 1 ده مش عبارة عن فاكتوريال التلاتة؟ يعني فاكتوريال 4 ده نفسه بيساوي ايه شباب؟ ده نفسه بيساوي 4 في فاكتوريال 3، وهكذا فاكتوريال التلاتة بتساوي 3 فاكتوريال 2، فاكتوريال 2 تساوي 2 فاكتوريال 1، وهكذا يا شباب. من ديت جات لي الفكرة اللي هو من النهاية عندي ممكن اوصل لغاية البداية، البداية خالص اللي هو كان فاكتوريال الواحد بكام يا شباب؟ كان فاكتوريال الواحد بكام؟ اللي هو بواحد. فانا عرفت عندي خالص فاكتوريال الواحد اللي هو بواحد. ممكن اجيب الخطوة اللي قبل منه،
كانت ايه الخطوة اللي قبل منه؟ كانت 2 في فاكتوريال الواحد، صح؟ بعد كده 2 في فاكتوريال الواحد، اللي هم قيمتهم بكام يا شباب؟ ب2. تمام جدا، 2 في فاكتوريال الواحد كان بيساوي فاكتوريال الاتنين. طيب فاكتوريال التلاتة مش كان بيساوي 3 في فاكتوريال الاتنين؟ تمام، يبقى عندي 3 في 2 ب6، يبقى فاكتوريال التلاتة بكام يا شباب؟ ب6. طيب فاكتوريال الأربعة مش كان بيساوي 4 في 6؟ تمام، يبقى كده 4 في 6 بكام؟ ب24. فاكتوريال الخمسة كان بيساوي 5 في فاكتوريال الأربعة، اللي هو 5 في 24، يعني بكام يا شباب؟ يعني ب120. وده كده الريكيرسيف، اللي هو ايه يا شباب؟ بنبدأ من البوتوم لغاية الأب، بنبدأ من أول مسألة بالتفصيل لغاية ما نوصل للخطوة البدائية اللي احنا بدأنا عندها. ده كده الجوريزم وده كده الجوريزم، كل واحد وله طريقة وله حاجة بيوصل بيها للحل اللي هو محتاجه. زي ما قلنا قبل كده ان ممكن المشكلة الواحدة يبقى ليها اكتر من الجوريزم او اكتر من طريقة حل، كل واحد وتفكيره. تمام جدا يا شباب. طيب مين فيهم بقى افضل من التاني؟ مين فيهم الحل الاحسن؟ مين فيهم الحاجة اللي اختارها اشتغل بيها واسيب التانية؟ فبالتالي عشان اعرف مين فيهم، فانا بالتالي محتاج اعمل اناليسيز للالجوريزمات اللي عندي. علشان كده الجزء التاني اللي بعد الديزاين محتاج اعمل اناليسيز للالجوريزم. طيب بقول لي ايه هي اهمية الاناليسيز اوف الجوريزم اللي انت بتعمله؟ قال لي اول حاجة خالص محتاج اشوف واعرف ايه هي الليميتيشنز بتاعت الالجوريزمات ديت عشان حل المشاكل. يعني ممكن الجوريزم معين يبقى مثلا لما اكبر الرقم بتاعه فبيديني ايه شباب؟ بيديني مثلا في مشكله معينه، برنامج مش هشتغل. يعني مثلا افترضنا هنا شباب ده شغال بريكيرسيف، فالناس اللي فاهمه شويه هتبقى عارفه ان انا محتاج ستاك عشان اخزن فيه الريكيرسيف ده كله، الريكيرجن ده كله. الستاك ده ممكن اتملي لو الرقم ده كبير شويه، يعني مثلا مليون من 100 مليون هكذا، الستاك بتاعي ممكن اتملي مثلا فيديني مشكله او يديني ايرور معين، فبالتالي هيحصل عندي مشكله. فبالتالي ممكن مثلا ده يبقى الليميتيشن بتاعه ان الارقام كبيره هتحصل عندي مشكله مثلا. ده على سبيل المثال. ممكن في ارقام تانية بتشتغل كويس في الارقام الصغيره، في الارقام الكبيره تبقى صعبه، فدي بنسميها الليميتيشنز بتاعت الالجوريزمات ديت. طيب الحاجه التانية يا شباب بيقول لي محتاج اعرف الريليشن شيب بتوين بروبلم سايز اند رانينج تايم. يعني لو حجم المشكله بتاعتي كبير شويه، عايز مثلا كنت بجيب اللي هو اكبر رقم في الري، الاري ده لو كبير شويه في مليارات الارقام، في مليار رقم، 10 مليار، الكلام ده كله شباب. تمام، البرنامج بتاعي لما يجي يتنفذ بعد كده هياخد وقت كبير جدا وهو بيرن الحاجات دي بيدور في العشرة مليار، ولا هياخد وقت قليل؟ تمام، فبالتالي لازم برضو ان انا اشوف العلاقه ما بين الانبوت، حجم الانبوت وحجم الرنج. طيب ممكن الجوريزم معين يحل المشكله دي بنفس الارقام دي في وقت قليل، الجوريزم التاني يكون فيه عمليات حسابيه كبيره جدا فيحل في وقت اكبر قوي، او يعني وقت كبير جدا. فبالتالي ممكن برضو اعرف من خلالهم مين فيهم الجوريزم اللي هيكون كويس بالنسبه لي. طيب الحاجه الاخيره برضو يا شباب بيقول لي ان انا محتاج ان انا اعمل الجوريزم ده ان انا انفذ الاول قبل ما اعمل كودنج. يعني ايه؟ يعني انا عندي مشكله وعايز احلها، فاخش على الكود على طول ان انا ابدا اكود واكتب السطور بتاعته واخش على الكود على طول، ولا ان انا اعمل الالجوريزم الاول عشان اشوف الحل ده هيبقى كويس ولا مش كويس قبل ما اعمل كود؟ فالافضل ان انا اعمل الالجوريزم بتاعه علشان اشوف هل هيبقى كويس مش كويس، الليمتيشن بتاعته الكلام ده كله قبل ما اخش في الكود الفعلي. فبالتالي اتاكدت ان تمام مفيش اي مشاكل، ابدا بقى اعمل الكود بتاعه عشان اكون ضامن ان انا ما اكونش عندي مشاكل بعد كده وانا بكود. تمام جدا. الحاجه الاخيره يا شباب اللي هو طبعا بعد ما اعمل اناليسيس الالجوريزم بتاعي وافهمه وحل كل حاجه، ده بيديني برضو خبره اكتر ان انا اعمل افيشنت كود بعد كده، اللي احب ان انا اقسم الكود بتاعي ازاي بطريقه كويسه جدا بناء على الالجوريزم كويس اللي انا اخترته. تمام كده، دي كلها كده اهميه ان انا ممكن اعمل اناليسيس الالجوريزم بتاعي، وان انا برضو لو عندي اكتر من الجوريزم اقدر اقارن بينهم ونشوف زي ما قلنا مين فيهم افضل من التاني. من ناحيه ايه بالظبط؟ قلنا مثلا حاجه من الحاجات اسمها الرنج تايم، وليكن اللي هو وقت التشغيل هياخد مني وقت قد ايه. في حاجات تانية ممكن نبص عليها قدام ان شاء الله. طيب بيقول لي برضه يا شباب من ضمن الحاجات اللي انا محتاج اعملها اناليسز واقيس بيها علشان افرق ما بين الالجوريزمات وبين بعضها ايه يا شباب؟ هم مجموعة حاجات كده، وليكن اهمهم هم الاربعة دول متقسمين على حسب الاولوية اللي عندي. فلو عندي اكتر من الجوريزم عايز اعرف مين فيهم افضل من التاني، لازم اشوف الاربعه ميجرز دول، وليكن مثلا
اشوف مين فيهم افضل من التاني في الحاجات ديت، بعد كده اختار الالجوريزم ده يبقى هو الافضل. يعني مثلا اول حاجه اسمها ايه شباب، اسمها الكوركتنس. تمام، ايه هو الكوركتنكس؟ يعني مثلا عندي اتنين الجوريزم، تمام، الالجوريزم بتاعي المفروض بياخد انبوت كذا ويخرج لي اوتبوت كذا، تمام. فبالتالي هل الاتنين الجوريزم دول بيشغلين بشكل صحيح زي ما انا محتاج ولا لا؟ يعني المتطلبات اللي المفروض الجوريزم ده، او المشكله اللي المفروض الجوريزم ده يحلها، هل بحل المشكله دي بشكل مثالي ما فيهوش مشاكل ولا لا، بحلها بشكل صحيح زي ما انا عايز ولا لا؟ تمام، فبالتالي ده بحدد لي برضو ان واحد افضل. ممكن واحد يحل بشكل كويس جدا والتاني مش محقق المتطلبات اللي انا محتاجها في حل المشكله ديت، فانا هاخد الحاجه او الالجوريزم اللي بيحل بشكل اصح. تمام، الموضوع التاني اسمه amount of work done، حجم الشغل اللي الالجوريزم بتاعي بيعمله، وبرضه بنسميه التايم كومبلكسيتي. يعني ايه شباب؟ يعني باختصار كده عدد الاوبريشنز اللي بيعملها الالجوريزم ده. قلنا الالجوريزم فيه عبارة عن مجموعة من العمليات الحسابية او مجموعة من الخطوات. ممكن الالجوريزم يعمل لي خطوات كتيرة جدا عشان يوصل للحل، والالجوريزم تاني ممكن يعمل خطوة او اتنين صغيرين يوصل للحل بشكل مباشر. تمام، الالجوريزم اللي بيعمل خطوات كبيرة جدا ده هيبذل مجهود كبير وهياخد وقت كبير جدا. فانا ساعات بيبقى الوقت بتاعي ان انا اشغل البرنامج في لحظة يحل يطلع الحل بتاعي على طول، بدل ما الجوريزم تاني يفضل شغال لعشر دقايق وربع ساعة لحد ما يطلع الحل بتاعي. فدي برضه الجوريزم اللي بيحل الناتج بشكل اسرع هيبقى بالنسبة لي كويس وافضل من التاني. طيب الحاجة التالتة اسمها amount of space used، او بنسميها space complexity، ده اللي هو حجم الميموري المستخدمة. يعني اي برنامج او الجوريزم يا شباب عايز يرن مثلا، بتلاقي مثلا محتاج رام معين. مثلا لما تيجي انت ترن برنامج او لعبة على الكمبيوتر بتاعك، ساعات بيقول لك ان هو مثلا محتاج رام وليكن 2 جيجا 4 جيجا 8. برنامج صغير مثلا يقول لك محتاج رام عادية، برنامج كبير يقول لك لا الرامات اللي عندك مش مكفية. طيب بيعمل ايه بالرامات؟ هو متطلباته ان هو بيحتاج مساحة معينة من الرام يخزن فيها بعض الملفات، بيخزن فيها بعض الحاجات اللي هو شغال، فمحتاج الرام تكون كبيرة علشان يعرف يخزن فيها الملفات بتاعته بدون اي مشاكل. هكذا برضه شبه عندي هنا، ممكن الجوريزم يكون محتاج ميموري كبيرة جدا عشان يخزن فيها حاجات كتيرة جدا ونواتج كتيرة جدا اثناء ما هو شغال، تمام، علشان يستخدم الحاجات دي. ممكن الجوريزم تاني يحتاج ميموري صغيرة مش محتاج يخزن فيها حاجات كتيرة جدا وهو شغال. فبالتالي برضه ساعات ممكن تبقى الميموري عندي مش متوفرة، فاختار مثلا الالجوريزم اللي بياخد ميموري قليلة عن الالجوريزم اللي بياخد ميموري كبيرة. طيب اخر حاجة عندي ايه شباب، اسمها الاوبتيماليتي. يعني ايه اوبتيماليتي؟ يعني الالجوريزم اللي بيطلع افضل حل ممكن. يعني ايه؟ يعني قدام شوية شباب هنعرف ان في مثلا مشاكل بتبقى صعبة جدا او بتاخد مني وقت كبير جدا، فممكن مثلا لو الحل النهائي ب10 ممكن الالجوريزم يطلع لي مثلا حل وليكن 999%، تمام. فبالتالي الالجوريزم التاني بيطلع 10، فانا اكيد هاخد اللي بيطلع الاوبتيمال سوليوشن اللي هو افضل حل موجود طلع لي اللي هو مثلا 10، مش هاخد الحلول اللي هي قريبه ديت، تمام. فده كده بنسميه الاوبتيماليتي اللي هو بيطلع لي الاوبتيمال سوليوشن او افضل حل موجود. فده برضه الالجوريزم يطلع افضل حل موجود فاكيد هيبقى له اولويه والاختيار عن الالجوريزم التاني. تمام جدا كده عرفنا الحاجات اللي انا بقدر اقارن بيها بين الالجوريزمات وبين بعضيها، او محتاج ان انا اعمل لها اناليسز علشان ايه يا شباب، علشان اقدر اختار افضل الجوريزم عندي. طيب هنفترض دلوقتي شباب احنا شغالين ان كل الالجوريزمات اللي بنشتغلها هي عباره الجوريزمات صحيحه وفي نفس الوقت بتطلع الحل الاوبتيمال اللي هو مثلا 10، 5 زائد 5 تطلع 10 مثلا، تمام. فبالتالي يا شباب هبقى انا محتار فقط ما بين ايه، بين الاثنين اللي في النص دول، اللي هو حجم الشغل المبذول اللي هو التايم كومبلكسيتي، الحاجه الثانيه الميموري اللي الجوريزم ده هيستخدمها، تمام. ودولي فعليا اللي انا هكون مهتم بيهم اكتر حاجه اثناء الكورس بتاعي، تمام. وقدام شويه هنعرف ان الاهم والاهم كمان، ان الاهم هو التايم كومبلكسيتي اهم عندي من حكايه السبيس، لان السبيس مشكله يعني ممكن تحلها ان الميموري بقت كبيره جدا الايام ديت، في حين ان الوقت ما زالت فيها الجوريزمات بتاخد وقت كبير جدا جدا عشان تطلع ناتج. فانا قدام شويه كمان هعرف ان الاهم عندي كمان من الاثنين دول هو ايه، هو التايم كومبلكسيتي. ولكن دي كلهم كده هناخدهم مع بعض خطوه بخطوه كده طول ما احنا شغالين. وهنبدا نتكلم على الكومبلكسيتي اناليسيز اللي هم التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي.
فالتايم كومبلكس تعال نقول ايه يا شباب، دي اللي هو الوقت المستخدم علشان التاسك او الالجوريزم بتاعي يحل المشكله اللي عندي. تمام، بنحله بحاجه اسمها تي اوف ان، اللي هو الوقت تايم المستخدم علشان الالجوريزم بتاعي يخلص حل لما يكون الانبوت بتاعه بان. ان ده مثلا لو انا بتكلم على الالجوريزم اللي بيطلع اللي هو الرقم الكبير من وسط array فيه وليكن 100 فان ب 100، نص array فيه 1000 رقم فان ده ب 1000. ان ده معناها ايه؟ معناها حجم الانبوت اللي داخل للالجوريزم بتاعي. تمام، فشوف لو دخلت له 1000 ايتم هيخلص في وقت قد ايه، دخلت له مثلا مليار ايتم هخلص في وقت قد ايه. تمام، فالتايم دايما مرتبط بايه؟ مرتبط بالسايز بتاع الانبوت اللي داخل لي. طيب وهكذا في السبيس يا شباب، بيقول هنا حجم الميموري اللي انا هحتاجها علشان اقضي او انهي تايم العمليات الحسابيه بتاعتي في الالجوريزم، وبرضه بحلها في فانكشن اسمها اس اف ان، اللي هو سبيس اللي هستهلكها الالجوريزم بتاعي لما الانبوت سايز بتاعي يكون بان. طيب هنا بقول لي ايه يا شباب، مثلا بيقول لي ان الكومبلكس اناليسيس عندي بيديني زي نوت كده، وبيقول لي ان عدد العمليات الحسابيه اللي بتحصل تمام بتزيد لما حجم المشكله بتاعي بيزيد. دي حاجه مفهومه جدا، ان انا لما كان عندي في اري فيه 1000 قيمه واري تاني فيه مليار رقم، فبالتالي الاري اللي فيه مليار رقم هيكون فيه عمليات حسابيه كتيره جدا هتحصل، مقارنات كتيرة جدا هتحصل علشان اطلع اكبر رقم وسط مليار رقم. تمام، فمعروفة كل ما السايز بتزيد كل ما العمليات الحسابية بتزيد. تمام جدا، فبالتالي محتاج ان انا اعبر عن التايم بتاعي مرتبط بالانبوت سايز اللي عندي. ماشي، وهكذا برضه في السبيس كومبلكستي قال لك ايه، دي عبارة عن حجم السبيس او الميموري اللي انا بستخدمها. طيب هنا بقول لك احنا هنحتاج يا شباب نركز اكتر على ايه يا شباب، نركز اكتر على الميجر بتاعي شباب بتاع التايم، لان السبيس عندي يعني هتبقى اقل اهميه شويه من التايم، فبالتالي شباب هنركز ان شاء الله اكتر على حكايه التايم كومبلكسيتي اكتر من السبيس كومبلكسيتي. ومع ذلك برضو السبيس كومبلكسيتي ما زالت مطلوبه وما زالت يا شباب برضو ان شاء الله خلال الكورس اتطرقنا ليها باذن الله. حابب معانا اكتر مثال برضو بنحسب السبيس كومبلكسيتي بتاعه الالجوريزم ده، اما حاليا معظم المثال اللي ناخدها ان احنا نقدر نحسب التايم كومبلكسيتي بتاع الالجوريزم اللي عندنا، فهيبقى اكتر حاجه مهتمين بيها ان شاء الله خلال الكورس. ولكن السبيس كومبلكسيتي برضو مهمه جدا جدا، وان شاء الله هنتطرق ليها في اكتر من مكان تاني. نبدا بقى نتكلم يا شباب على التايم كومبلكسيتي باستفاضه شويه. طيب يا شباب هنا برضو زي ما قلنا بعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، يعني ايه هو التايم كومبلكسيتي؟ قال ده هو حجم الشغل الالجوريزم بتاعي بيعمله علشان يكمل التاسك او ينتهي من حسابات التاسك. تمام، قلنا ده بنستخدمه لو انا عندي مثلا اتنين الجوريزم ومحتاج ان انا اعمل كومباريزن ما بينهم هما الاتنين، فقلنا بنستخدم التايم والسبيس. دلوقتي هنبدا نركز على التايم كومبلكسيتي. تمام، قال لي طيب لحظة بس الأول، أنت قلت إن التايم كومبلكس ده عبارة عن الوقت اللي الألجوريزم بتاعي هياخده علشان يخلص الشغل خالص. تمام جدا، بس ده مش معناه يا شباب إن التايم ده هيبقى عبارة عن يعني ملي ثانية، يعني الألجوريزم بياخد مثلا 20 ملي ثانية 15 ملي ثانية، هيبقى له حسابات تانية. طيب ليه هيكون له حسابات تانية؟ ليه ما نقولش إن نران اتنين ألجوريزم مع بعض في نفس الوقت والاتنين يشوفوا مين فيهم هيخلص قبل التاني؟ قال لك طيب هو الألجوريزم ده هيشتغل على جهاز ايه؟ مش ممكن ابقى شغال على جهاز مثلا يكون سريع شويه وليكن البروسيسور بتاعه كور اي 9 والرامات بتاعته مثلا 16 32، الجوريزم التاني هيكون شغال على الجهاز تاني يكون مثلا اضعف منه شويه كور مثلا اي 3 مع رامات 3 او 4، فبالتالي اللي شغال على الجوريزم اكبر كبير جدا هيحصل ايه شباب؟ هيخلص بسرعه طبعا اكتر من الجوريزم التاني. ممكن واحد شغال على جهاز مثلا باي ام دي وواحد تاني شغال على جهاز تاني بانتل اللي هو كور اي كور يعني اللي هو تبع شركة انتل، فبالتالي الاجهزة ممكن تختلف والهاردوير ممكن يختلف، كذلك ممكن الاتنين يكونوا مرنين للتو الجوريزمس على نفس الجهازين بالظبط بنفس الامكانيات بنفس كل حاجة، بس في عمليات كده كده بتحصل على الويندوز يا شباب مثلا او الاوبريتنج سيستم دايما بتاخد من وقت المعالج، فبالتالي برضو مش هعرف احكم دايما ان اتنين الجوريزم يكونوا شغالين على نفس البيئة ونفس الوقت بالظبط علشان مفيش حاجة هتأخرهم عشان اقدر احسب الكلام ده كله.
فبالتالي لازم اشوف حاجة اسهل شوية ان انا اقدر احسب بيها الوقت بتاع الالجوريزم غير الملي ثانية والكلام ده كله. قال لي تمام جدا، هنسيب الزمن ده كله على في جنب كده وهنبدأ نبص عليه شباب، نبص على عدد العمليات الحسابية اللي كل الالجوريزم بيعملها. يعني ايه؟ يعني هحسب حاجة اسمها الستيب كاونت. يعني الالجوريزم الاولاني هيحل المشكلة بتاعته في 20 خطوة، كل خطوة هيعمل فيها عملية حسابية. الالجوريزم التاني هيحلها وليكن في 100 خطوة، او هيحتاج يعمل 100 عملية حسابية. فالالجوريزم اللي هيعمل 20 عملية حسابية ده كده هيبقى اسرع من الالجوريزم اللي بيعمل 100 عملية حسابية علشان يحل نفس المشكلة اللي موجودة هنا. تمام كده دلوقتي ماليش دعوة بوقت واحد بقى يرن على جهاز ضعيف يرن على جهاز قوي، انا ماليش دعوة بالكلام ده كله. ده هيرني في اوبريتنج سيستم اسرع ده ابطا، برضه ماليش دعوه بده كله. انا هشتغل على الستيب كاونت اللي هو عدد الخطوات اللي الالجوريزم بيعمله علشان يبدا يطلع ناتج، واشوف مين فيهم انا الالجوريزم بيعمل بياخد الستيب كاونت بتاعته اقل، يبقى هو ده الالجوريزم الافضل يا شباب. تمام فالستيب كاونت هنا بتشير او بتركز على العمليات الحسابيه زي الجمع والطرح والمثلا المقارنة والكلام ده كله اللي هي البيزك اوبريشنز. تمام والحاجات دي طبعا عارفين ان هي بتزيد طول ما ايه يا شباب، طول ما السايز بتاع البروبلم بتاعتي بيزيد. يعني انا لما كان عندي مثلا اري بطلع اكبر واحد فيهم كنت بعمل مقارنات ما بين مين، ما بين كل الارقام اللي عندي. فلما كان في 100 كنت ممكن مثلا اعمل 100 مقارنة بين كل الارقام اللي عندي عشان اطلع افضل واحد. كان في عندي 1,000,000 هعمل 1,000,000 مقارنة بين الأرقام عشان أطلع أفضل واحد، وهكذا يا شباب. فبالتالي كل ما الإنبوت سايز يزيد طبعا العمليات الحسابية اللي بتحصل بتزيد أكتر. فأنا بالتالي هثبت الإنبوت سايز تمام، وبثبت المشكلة اللي عندي، وأشوف الاتنين الألجوريزم اللي عندي مين فيهم هحل الموضوع أو المشكلة ديت في عدد خطوات أقل وهيطلع لي الناتج بشكل صحيح. طيب لو انا عندي هنا مجموعه من الاخطاء الحسابيه عايز اعرف ايه هي مجموعه من المشاكل او الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعمل لها كودنج او الجوريزم، وعايز اشوف ايه هي العمليات الحسابيه اللي هتتعمل داخل المشكله ديت وايه هو الانبوت سايز بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا زي ما قلت ان انا عندي هنا فايند اكس ان ان اري، لو انا عندي اري في 100 رقم تمام وعايز اطلع منه رقم معين، اللي هو عندي مثلا بسيرش على رقم 50 بسيرش على رقم 20، في الري في ارقام كبيره جدا جدا تمام، 1 17 20 100 وهكذا شباب، وبسيرش فيهم على رقم معين يا شباب. طيب ايه هي العمليات الحسابيه اللي انا بعملها داخل المشكله ديت؟ قال لي بعمل عباره عن كومباريزن او مقارنه ما بين اكس اللي معايا اللي هو رقم 20 وما بين العناصر اللي موجوده فين داخل الري اللي عندي. تمام هل الواحد ده هو رقم 20 اللي انا بدور عليه؟ لا. طب هل ال 17 رقم 20؟ لا. طب هل ال 20 رقم 20؟ اه. فده بقارن هل ده بيساوي ده ولا لا. تمام يبقى العمليات الحسابيه اللي بتحصل هي عمليات مقارنه. طيب حجم الاري، حجم المشكله بتاعتي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حجم الاري اللي انا بدور فيه. تمام جدا. مشكله تانية بجمع مصفوفتين في بعض يا شباب، سوري بضرب مصفوفتين في بعض. تمام العمليات الحسابيه اللي بتحصل هي عمليات ضرب وعمليات جمع ما بين الارقام وبين بعضيها. تمام طيب ايه هو الانبوت سايز؟ هي الدايمنشنز بتاعت الماتريكس اللي عندي. يعني لو عندي مثلا ماتريكس 2 في 2 ماشي، غير ما يكون عندي ماتريكس وليكن 3 في 3 وهكذا شباب، غير ما يكون ماتريكس 10 في 10 وهكذا بضربهم في بعض. طيب حاجة تالتة مثلا زي السورتنج، ان انا عندي مجموعة من الارقام، مجموعة من الارقام 19 15 20 100 وليكن مثلا مجموعة كبيرة جدا من الارقام، عايز ارتبهم بينهم البعض. تمام هي العمليات الحسابيه اللي هعملهم اثناء الترتيب عباره عن كومبارزن، مقارنات بين الارقام دي كلها عشان اعرف مين فيهم الصغير ومين فيهم الكبير. طيب حجم المشكله اللي عندي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الاري سايز اللي هو السايز او الحجم بتاع الارقام اللي موجوده عندي. الاري فيه 50 رقم عايزين ترتبه غير ما يكون فيه 1000 رقم عايزين ترتبه وهكذا. فكل مشكله عندي فيها عمليات حسابيه بتحصل فيها ايه شباب؟ فيها سايز هو اللي بيأثر على حجم المشكله اللي عندي. طيب بنحسب الخطوات ازاي؟ كل خطوه كل عمليه حسابيه قال لك بكل بساطه مثلا عمليه assignment اللي هو مثلا الاي تساوي واحد دي كده بتاخد مني خطوه واحده. تمام الكمبيوتر بتاعي بيحسب كده في خطوه واحده. طيب عمليه return اللي هو رجع لي قيمه الماكس وليكن دي بتاخد مني خطوه. تمام
عملية جمع مثلا ما بين رقمين بتاخد مني خطوة، عملية ضرب بتاخد مني خطوة. طيب عملية مثلا زي عملية ايه؟ عملية اللوب، ماشي، اللي هو بعمل هنا فور، ماشي، ما بين الواحد لغاية ايه؟ لغاية الان. اعمل لي ايه؟ اعمل لي برنت. برنت ايه شباب؟ برنت الاي، من اول الاي تساوي واحد لغاية ان، برنت الاي. يعني مثلا عايز اطبع الارقام من اول واحد لغاية كام شباب؟ من واحد لغاية خمسة، اطبع لي قيمة الاي. طيب ده هتنفذ قد ايه؟ قال لك الجزء اللي فوق ده بيتنفذ مني ان زائد واحد من المرات، واللي جوه منه بيتنفذ كام مرة؟ بيتنفذ ان من المرات. ليه الكلام ده؟ قال لك ما هو تعالى كده، لو انا مثلا الان دي افترضنا ان هي بخمسة، ماشي، فانا بتشك اول مرة هل الاي اقل من الخمسة؟ الاي اللي هي كانت بواحد في اول خطوة، اه اقل من الخمسة، فانزل اعمل ايه؟ انزل اطبع الرقم اللي تحت. طيب هل اتنين اقل من الخمسة؟ اه، فيعمل ايه؟ انزل اطبع الاتنين. هل التلاتة اقل من الخمسة؟ اه، التلاتة اقل من الخمسة، فاطبع التلاتة. طيب هل معاكوا لحظة؟ هل الأربعة أقل من الخمسة؟ تمام، أيوة الأربعة أقل من الخمسة، اطبعوا. المفروض أطبع من كام لكام يا شباب؟ من أول واحد لغاية خمسة، فهتبقى هنا أقل من أو تساوي عشان أطبع الخمسة معايا. هل الخمسة أقل من أو تساوي الخمسة؟ أه، الخمسة أقل من تساوي الخمسة، فاطبع الخمسة. وأزود، هل الست أقل من أو تساوي الخمسة؟ لأ، فمش هطبع. تمام، بس انا فعليا عملت عملية المقارنة ديت. الجهاز سأل نفسه هل الست اقل من او تساوي الخمسة ولا لا. فالجهاز هنا سأل روحه وعمل عملية مقارنة زيادة هنا، بس مش طبع. فالطباعة حصلت كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طب المقارنة حصلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فعملية الطباعة اللي تحت ديت حصلت كم مرة يا شباب؟ 5 مرات. طيب عملية المقارنة اللي فوق ده حصلت كم مرة يا شباب؟ حصلت 6 مرات. لما كانت ال n بكام؟ ال n بخمسة. فبالتالي اللي فوق ده خدت n زائد واحد من المرات للمقارنة، وللطباعة اللي جوه الفور خدت مني كام مرة؟ خدت مني n من المرات لا اللي جوه الفور. فالسطر اللي تحت ده اتنفذ n من المرات، المقارنة اتنفذت n زائد واحد. طيب باخد برضو يا شباب بالي من ايه؟ العمليات ال if لو مثلا الكونديشن بترو هيتنفذ، لو بفولس مش هيتنفذ. فمش كل مرة اف تحتيها رقم هحسبه بواحد، ما ممكن مش يتنفذ. تمام، فبالتالي هشوف يتحسب ولا مش يتحسب. عايزين امثلة صغيرة كده نبدأ بيها، مثال زي كده شباب، اللي هو كام؟ الاكس عندي بصفر، وبشوف طول ما الاكس اقل من الخمسة انزل اعمل لي مجموعة من العمليات الحسابية، وبعدين زود الاكس بواحد. ايه هي العمليات ديت؟ معرفش، هي عمليات حسابية وخلاص. تمام جدا، اللي فوق ده هنعتبره ثابت، اللي هو بياخد مني خطوة واحدة. هيتنفذ كام مرة؟ بيتنفذ مرة. سي ده شباب اللي هو الوقت اللي الخطوة الأولى هتاخده، سي اتنين هو الوقت اللي الخطوة التانية هتاخده. تمام، فأنا بعبر عنه وليكن بسي، سي واحد سي اتنين سي تلاتة وهكذا شباب. طيب هنا كام تايم ده اللي هو هيتنفذ في كام مرة؟ فالاوبريشن الاولى اللي هي اكس تساوي 5 هتتنفذ مره واحده. طيب الاوبريشن الثانيه يا شباب، الاكس بدأ من صفر لغايه ايه؟ لغايه اقل من او تساوي 5، فهتعمل كام كومباريزون؟ هتعمل صفر اقل من 5، وواحد اقل من 5، واثنين اقل من 5، وثلاثه واربعه وخمسه اقل من 5، اقل من 5، اقل من 5. تمام، دول كلهم هيكونوا صح يا شباب، فهينزل ينفذ اللي تحت ده. تمام، وديت هتكون غلط، بس انا هعمل المقارنه ديت. يعني انا هنا لما كنت بنفذ هنا 5 مرات اللي هو ان من المرات، فاللي تحت جوه ده هتنفذ كام مره يا شباب؟ 5 مرات، واللي فوق ده هيتنفذ 6 مرات. 5 كان صح ومره كانت غلط، والخمسه اللي كان صح نزل عمل ايه يا شباب؟ نزل نفذ الخطوات اللي تحت دول. فاللي تحت كلهم اتنفذوا كام مره؟ 5 مرات. يعني العملية الأولى اتنفذت مرة، التانية 6، التالتة والرابعة والخامسة كل واحدة اتنفذت 5 مرات. تمام جدا، نجمع الوقت الكلي اللي هو تي اوف 5 لما تبقى الاكس اللي عندي بخمسة. هننفذ كام مرة يا شباب؟ هننفذ سي واحد، الخطوة الأولى اتنفذت مرة،
التانية تنفذي 6 مرات، التالتة 5 مرات، الرابعة 5، الستة 5، ونجمع الوقت بتاع الحاجات دي كلها. حط بقى الحاجة عندي بالشكل النهائي ده، وده شكل بسيط جدا جدا عشان نفهم بس ازاي بحسب ستيب كاونت. طيب عندي مثال هنا اكبر شوية، ان انا استبدلت الرقم 5 ده بكام يا شباب؟ استبدلته بان، كنت بخمسة 10 20 100 على حسب ما ادخل ال ان. بنفس الطريقة هناك يا شباب، ده كده هتتنفذ مرة، ده هتتنفذ ان زائد واحد زي ما قلنا، اللي هو ان من المرات صح وواحد غلط، واللي جوه ده كله هيتنفذ ان من المرات اللي هما كانوا الصح. تمام، نبدأ نجمع ده كله يا شباب. سي واحد في واحد، سي اتنين في ان زائد واحد، سي تلاتة واربعة وخمسة مضروبين في كام؟ مضروبين في ال ان. وبعدين يا شباب هنحل بالشكل ده كده، وناخد هنا سي واحد زائد ال سي واحد زائد صفر شباب زائد سي تلاتة، دي هتبقى سي واحد في سي اتنين يا شباب، صفر بس مكتوب غلطة ممكن. تمام، زائد ان عامل مشترك من سي اتنين وسي تلاتة وسي اربعة وسي خمسة، فهتبقى بالشكل ده شباب. تمام يا شباب، بس دي فيها غلطة كده فهنحذفها خالص، ونبدأ نحل مع بعض كده. هنا عندي سي واحد وسي اتنين، يبقى هنا ايه يا شباب؟ هنا سي واحد زائد سي اتنين. تمام، زائد عندك هنا في سي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة موجود معاهم ايه يا شباب؟ موجود معاهم ان، ناخد ال ان عامل مشترك ونقول هنا سي اتنين زائد سي تلاتة زائد سي اربعة زائد سي خمسة. تمام، طيب الثوابت دي كلها يا شباب عبارة عن خطوة ثابتة صح؟ طيب عندنا قدام شوية هنعرف ان الارقام الثابتة دي كلها شباب ممكن نشيلها ونعوض عنها برقم واحد ثابت. يعني عندي فينا في ارقام من الثوابت مجموعة بثابت معين ايا كان من هو، زائد ان مضروب في مجموعة من الثوابت، زائد ثابت مضروب في ان. تمام، ويبقى ده كده اختصارا، ويبقى ده كده ايه شباب؟ ده كده الشكل النهائي بتاعنا، اللي هو ثابت زائد ثابت مضروب في ان. تمام، يعني عندي هنا مثلا ال ان ده كان ب 15، كان ب 1000، كان بمليون، كان ب 15 مليون. دايما بنفترض ان ال ان ده شباب رقم كبير جدا، بنفترض ان المشكله بتاعتها هتكون كبيره جدا جدا جدا، ما ينفعش اعمل الجوريزم صغير بشتغل حاجات صغيره، لا. فانا مفترض ان ال ان ده لو كبير جدا جدا يعني بقترب من ما لا نهايه كمان، ممكن اعمل ايه؟ فبالتالي الثابت ده بيبقى رقم جنبيه صغير جدا يعني ممكن يهمل، فبالتالي في الاخر خالص بشيل الثابت ده كله، عطى انها ثابت واحد مثلا، ويفضل عندي ثابت زائد ثابت مضروب في ان. اشوف ال ان بكام؟ بمليار، اضرب هنا مليار، ب 2 مليار، اضرب هنا 2 مليار، وهكذا يا شباب. هتأكد بس معلش من ال تمام جدا تسجيل. طيب يا شباب بناخد كمان مثال تاني اسمه sum of element in the array، ان انا عندي array شباب وعايز اجمع كل الارقام اللي فيه. ماشي، array عايز اجمع كل الارقام اللي فيه مع بعضها، ونعرف الالجوريزم بتاعي هياخد مني كام خطوة عشان يحل المشكلة ديت. عندي هنا 2 9 15 7 2، ونجمع الارقام دي كلها على بعض يا شباب. تمام، قالك في البداية الالجوريزم بتاعي اسمه sum، بياخد مني ايه اللي هو الاري اللي عندي، وبياخد مني ان اللي هو حجم الاري في كام عنصر، وابدا الصم بتاعتي بصفر. تمام، وهبدا الاي من اول الواحد اللي هو اول عنصر زي ما اتفقنا، لغايه الان اللي هو نهايه شباب نهايه اخر عنصر عندي. هعمل ايه في كل مره؟ كل مره هجيب الصم القديمه اللي كانت بصفر وبتتغير مع كل مره، تساوي الصم زائد اي اوف الاي، يعني الصم القديمه بصفر. تمام، الخطوة الأولى هنا الـ i ديت a اوف الـ i معاها 2، يبقى 0 زائد 2 بقت ب2. الخطوة اللي بعدها حجم على 2 على 9 بقت 11. الخطوة اللي بعديها هاخد الصم الأخيرة اللي هي 11 أجمعها على الـ 15 تبقى 26. اللي بعديها هاخد الـ 26 على الـ 7 شباب، واللي قلنا مثلا وليكن تبقى 33، بعدين على 2 تبقى 35. كل مرة باخد الصم الأخيرة، فكده بقول لك ان الصم الجديده هتساوي الصم الاخيره اللي عندي زائد العنصر عليه الدور. طيب في الاخر خالص بعد ما اخلص اللوب هرجع قيمه الصم اللي هي 35، اللي هو مجموع كل عناصر الاري ده. طيب عايز احسب الستيب كاونت للالجوريزم اللي عندي. اول خطوه طبعا ما تاخدش الاقواس، ما بتاخدش حاجه، بنخش العمليات الحسابيه اللي عندي بالفعل. الصم بتاخد
سوا صفر بتاخد خطوة واحدة، فور اي بواحد لغاية ال n، قلنا مع بعض بتاخد n زائد واحد، n من المرات بيخش ينفذ اللي جواها n، وواحد بتبقى الكونديشن عندي فولس فمش بتدخل. تمام. طيب الريتيرن عندي بتاخد واحد، وخلي بالنا الريتيرن بره الفور مش جوه الفور، وبتتنفذ مره واحده فقط في الفانكشن او في البرنامج بتاعي اللي هو يرجع لي الصم قيمه الصم، فبالتالي بتعمل سطر واحد فبياخد مني خطوه واحده. طيب الوقت الكلي اللي هو كام وكام؟ واحد وواحد وواحد يعني ثلاثة، وعندي هنا ان وان تبقى اتنين ان زائد ثلاثة. يعني لو الاري بتاع ده فيه وليكن الف، تبقى اتنين في الف زائد ثلاثة، في مليار تبقى اتنين في مليار زائد ثلاثة، خطوة من الخطوات البرنامج بتاع ده هيحتاج يعملها. تمام جدا. نخش على البرنامج اللي بعد كده شباب، وده هنا بيجمع تو ماتريسز في بعض، بيجمع اتنين ماتريكس على بعض يا شباب. بياخد الرقم ده زائد الرقم ده ويحطه هنا، والرقم ده زائد الرقم ده ويحطه هنا، والرقم ده زائد ده ويحطه هنا، والرقم ده زائد ده ويحطه هنا. تمام. طبعا هنا عامل ماتريكس بتاعته طولها ام في ان. تمام. يعني ام من الصفوف وهنا ان من الأعمدة. ماشي، الناس تركز معانا. تمام جدا. فبالتالي عندي الاي والبي دي الماتريس الاولى والثانيه، السي دي الثالثه، الام والان هو الام بتاعهم وعدد الصفوف وعدد الاعمده في كل ماتريس من دول. طيب بيتحلوا ازاي يا شباب؟ عايز اعمل لوب يلف على كل الصفوف اللي عندي، لوب ثانيه يلف على كل الاعمده اللي عندي، بعدين اشوف سي اوف الاي والجي اللي هو سي اوف الصفر الصفر وليكن او صفر واحد اللي هو ده هتساوي ايه؟ تساوي ايه اوف الاي والجي زائد بي اوف الاي والجي عشان احط القيمه النهائيه في السي اوف الاي والجي. تمام جدا. اتحلوا ازاي يا شباب؟ قلنا اول خطوه عندي خالص اللي هي من اول واحد لغايه الام بتاخد ايه؟ ام زائد واحد، وقلنا ليه بنجمع زائد واحد، وكل اللي جواها بياخد ايه يا شباب؟ بياخد ام. ماشي، بس اللي جواها مش خطوه واحده، ده اللي جواها فور كمان. يبقى اللي بره بتنفذ اللي جوه كام؟ ام من الخطوات. طب اللي جوه نفسها بتتنفذ كام مره؟ بتتنفذ هنا من الواحد لغاية ال n، فدي نفسها هتاخد n زائد واحد، وهتنفذ اللي جواها هي نفسها بتنفذ اللي جواها كام؟ n من المرات، يبقى n من المرات، حاجة كده زي اللي فوق بتنفذ اللي تحت m، واللي تحت بتنفذها n، يعني لو افترضنا اللي فوق بتنفذ اللي تحت 10، واللي تحت بتنفذ اللي تحت 10، ففي كل مرة من هنا هتنفذ 10 مرات، يعني في العشر مرات هتنفذ كام مرة؟ تنفذ 10 في 10. تمام؟ يعني كده بتنفذ ام في ان، ماشي؟ واللي فوق ديت بتنفذ ام في ان زائد واحد، واللي فوق دي بتنفذ ام زائد واحد. الوقت الكلي بعد التجميع هيبقى 2 ام في ان زائد 2 ام زائد 2. تمام جدا. لو افترضنا ان الام عندي بتساوي الان، الاثنين بيساووا بعض اللي هو 2 في 2 مثلا او 3 في 3 او الكلام ده كله، هيبقى الوقت الكلي كام يا شباب؟ 2 ام في ان يعني 2 ان تربيع. زائد 2 ام اللي هم 2 ان زائد 2، فممكن يبقى الوقت عندي ايه؟ نبص كده دلوقتي، ممكن يبقى الوقت عندي مثلا 2 ان زائد 3 مثلا، ماشي؟ ممكن يبقى 2 ان تربيع زائد 4، ممكن يبقى 3 ان تكعيب زائد 5، ممكن يبقى 2 ان تكعيب زائد 2 ان تربيع زائد ان زائد 1. دي كلها اشكال يا شباب من الوقت الكلي، ممكن يبقى معمول بالشكل ده على حسب الالجوريزم اللي انا بحله عندي، ولكن اتعود ان الوقت الكلي النهائي هيبقى موجود بالشكل ده. تمام. طيب نيجي يا شباب على المثال ده يا شباب. ايه هو المثال ده يا شباب؟ المثال ده بيقول لك عايز عدد الباينري ديجيتس في رقم معين، لو رقم 10 مثلا عايزين نحوله لبيناري هيطلع فيه كام رقم. تمام. مثلا عندي الاربعه بتساوي كام؟ تبقى 100. عندي الخمسه بتعمل كام يا شباب؟ 110. 1 1 0 1 0 0 وهكذا. فبالتالي يا شباب عندي مثلا ال 15 بتتنفذ كام يا شباب؟ 1 1 1 1. تمام. فعايز الرقم ده يا شباب يشوف عندي هياخد كام رقم بيناري. طيب فقال لي ده الكود بتاعه اللي هو الكاونت عندك بواحد، اللي هو عدد الارقام هيتبدا عندي برقم انيشال اللي هو واحد،
طول ما الان اكبر من الواحد هتعمل ايه يا شباب؟ هتزود الكاونت اللي عندك بواحد وتقسم الان اللي عندك على اتنين، تمام؟ مش هخش اقف في الالجوريزم اللي هو شغال ازاي وبيعمل ايه والكلام ده كله، على قد ما انا عايز اعرف الكود اللي قدام مني ده ايا كان بيعمل ايه شباب، ما يخصنيش هياخد مني وقت قد ايه. ماشي. طيب نبص كده، عندي هنا وايل، احنا قلنا الوايل من واحد لان بتاخد ان زائد واحد، ما مش في كل مره. الفكره كان الاول كنت بزود ان مثلا بنقص الان هنا بواحد، او هناك كنت بزود الاي بواحد، فعلى حسب انا بعمل ايه هنا. لو افترضنا ان هنا عندي هنا الان اقل من الواحد طول ما هي اكبر من الواحد بعمل ايه يا شباب؟ بزود الكاونت بواحد وبقسم الان على اتنين. يعني ايه؟ لو كانت الان ب 16 هروح ازود الكاونت بواحد واقسم دي بقى 8، وراح ازود الكاونت بواحد واقسم دي بقى 4، وراح ازود ان بواحد واقسم دي بقى 2، وازود الكاونت بواحد واقسم دي بقى بواحد، تمام؟ طيب هنا الان اقل من اكبر، هذا الان اكبر من واحد، فدي كده مش هتتنفذ، فهنفذ اللي تحت دي كام مره يا شباب؟ 4 مرات. لما كانت الان ب 16 نفذ اللي جواها 4 مرات. طيب لو كانت الان ب 8 هنفذ اللي جواها كام؟ 4. ولما كانت ب 2 فهنفذ اللي جواها 3 مرات. لما كانت الان ب 32 فهنفذ اللي جواها كام مره؟ 5 مرات. فاللي جوه ده بيتنفذ كام مره دايما يا شباب؟ 32 بتنفذ 5، 16، 4، 8، 3، 4، 2. مش ملاحظين حاجه يا شباب؟ مش ده كده اللوج للرقم اللي فوق اللي هو لوج 2 ل 32 مش تساوي 5؟ اللي هو 2 اس 5 ب 32، هنا 2 اس 4 ب 16، هنا 2 اس 3 ب 8، هنا 2 اس 2 ب 4. معنى كده ان ده اللوج 3 ل اللوج 2 للرقم اللي عندي، فاللي جوه ده كله بيتنفذ لوج الان. وفي الالجوريزمات عندي مش لازم اكتب تحت الاتنين يا شباب، تمام؟ فبالتالي اللي تحت ده بتنفذ لوج ان من المرات. كانت ان ده ب 100 ده هتنفذ لوج 100 من المرات. كانت ب 32 هتنفذ لوج 32 من المرات. وزي ما احنا عارفين بتاعت الكونديشن اللي فوق دايما بتضيف لها واحد اللي هو الكونديشن الاخير اللي كان ايه اللي كان بيطلع بفورس عند شباب. يبقى ده الوقت الكل بتاعه كان كام؟ 1 1 1 3 زائد 3 لوج ان، تمام؟ اي حاجة شباب فيها ان على 2 او ان في 2 وكده نفكر دايما في حكاية اللوج ونشوف كلامنا صح ولا غلط، اللي هو بقسم بالنص او بضرب في 2 عشان ازود الضعف. طيب نبص كده على اخر كود معايا يا شباب، اسمه ريكيرسيف سم، بيجمع بطريقة ريكيرسيف، وعرفنا قبل كده يعني ايه ريكيرسيف، تمام؟ اللي قلنا اللي هي الطريقة اللي هيكم عليها البوتوم اب من البداية للنهاية لحد البداية. بيعمل ايه؟ عايز يجمع عدد عناصر array، لسه واخدين مثال قبل كده قلنا ازاي نجمع الحاجات ديت. طيب عندي مثال تاني، عدد عناصر ده كله عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن اخر عنصر زائد جمع العناصر اللي قبليه، صح؟ لو السايز بتاعه 1 2 3 4 5 يبقى اخر عنصر زائد الاري المكون من 4 عناصر اللي قبل كده، تمام؟ طب ده يا شباب بيساوي ايه؟ بيساوي اخر عنصر اللي هو الاربعة، صح؟ زائد ايه؟ زائد الاري المكون من 3 عناصر اللي قبل كده، تمام؟ ودول بيساوي ايه؟ بيساوي اخر عنصر زائد الاري المكون من عنصرين قبل كده، ودول عنصرين بيساوي اخر عنصر زائد الاري المكون من عنصر واحد قبل كده، وده بيساوي ايه؟ اخر عنصر زائد مفيش قبل كده بصفر يبقى اخر عنصر، تمام؟ وبعدين ارجع وانا راجع اجمع ده اعوض بقيمته مكان هنا واجمعه على هنا، واعوض بالاتنين دول قيمتهم مكان هنا واجمعه على التالت، واعوض بالتلاته دول مكان ده واجمعه على الرابع، واعوض بده كله مكان ده واجمعه على الاخير يا شباب، بطلع الحال الاخير. ما يهمنيش اعرف البتاع ده شغال ازاي، اقول ده شغال ازاي، على قد ما يهمني او بيعمل ايه بالظبط، على قد ما يهمني اعرف بياخد مني وقت قد ايه. ماشي. اف ان اكبر من او تساوي الصفر دي هتتنفذ معايا مره واحده، اللي هي بكام يا شباب؟ اللي هي بواحد. صور ان هنا اقل من او تساوي الصفر اللي هو الان خلاص مبقاش موجود خالص، اللي هي اخر قيمه عندي اللي هو ما عادش فيه عناصر، ما عادش فيه عندي عنصر واحد في الاري بتاعي. برجع كام؟ برجع بصفر، يبقى خلاص هو قيمته بس اللي تطلع، واكمل حل على كان قبل كده. طيب لو ما كانش كده كنت بعمل ايه؟ زي ما انتوا عارفين شباب اللي هو الاري لو العدد العناصر بتاعه اكبر من الان، اكبر من الصفر زي ما قلنا في ارقام كتير، كنت باخد اروح انادي على الفانكشن تاني، تمام؟
وبعمل ايه يا شباب؟ بس بديها الاي والان ماينس واحد واجمعها على اخر عنصر. يعني انا بجيب الاخر عنصر هنا واروح اجيب الفانكشن كلها علشان تشتغل على العنصر الاخير ده، واجمع الاتنين دول على بعض، تمام؟ فبالتالي دي بواحد ودي بواحد، كده كده الريتير بتنفذ مرة واحدة، ودي هتحصل مرة واحدة بس لما يبقى الفعل عنصر بصفر، يبقى عندي الحجم بتاعي بصفر، مفيش أي عناصر في الأري. طيب اللي تحت دول ايه؟ دي اسمها ريكيرسيف سم، صح؟ مش دي نفس اسم الفانكشن اللي فوق؟ نفس بالظبط، بس اللي فوق ديت كانت بتاخد سايز ان، فكان الوقت الكلي بتاعها تي اوف ان. طب اللي تحت هنا؟ اللي تحت هي نفس الفانكشن هي بس واخدة مني سايز ان ناقص واحد، يبقى الحجم بتاعها تي اوف ان ناقص واحد، عشان واخدة مني سايز ان ناقص واحد. وعاد الخطوات، دي خطوة وديت التانية وديت المفروض اللي هم ايه شباب، خطوة خطوتين بيحصلوا هنا شباب، اللي هم ايه؟ اللي هم خطوة الريتيرن وخطوة ايه شباب، وخطوة الجمع اللي هنا. فدي بتحصل مني خطوتين كمان، واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني 4 خطوات زائد نفس الوقت هو بتاع تي اوف ان، بس المرة دي هدخله ايه شباب؟ ان ناقص واحد، يعني اشوف الحجم ده كان هياخد وقت قد ايه لما ياخد ان، فده هتديله وقت بس لما ياخد ان ناقص واحد. طيب يعني كام برضه؟ ما انا عايز احلها على الشكل اللي انا عارفه، اللي هو ان تربيع زائد اتنين، او ان تكعيب زائد ان اللي احنا قلنا عليه من شوية. الكلام ده كده غير ده خالص. قدام شوية ان شاء الله في الكورس هنعرف ازاي نحل مسائل الريكيرجن، ليها طرق مختلفة بنحلهم، هنعرفهم ازاي ان شاء الله مع بعض في السكاشن القادمة، تمام؟ اما دلوقتي نعرف بس عن الريكيرسيف ويعني ايه نحل مسائل الريكيرسيف. وبكده شباب نكون خلصنا اول سكشن، طويل شوية معلش، بس ان شاء الله يعني نحاول نستفيد منه قد ما نقدر، وان شاء الله اشوفك على خير السكشن اللي جاي.